وصفوا للصبر لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب ياما قبلت بهجوم شديد انه انت مش عمرك ما هتنجحي على فكره، انت عمرك ما هتعرفي تعملي حاجه، وكانت تقول لك بس اصل انت عشان هتغني قديم فده صعب، ده عمره ما هينجح. طب ما انا جايه هنا علشان ما اغنيش قديم، بالاقدميه بقيت موظف، فانا استقلت من الوظيفه ومش عارفه لسه اقتنع بفكره ان الفنان ملكيه عامه، فحياته كمان ملكيه عامه. بس انا مش عايزها يعني، هي مش هتقلب، لا مش هتقلب يعني، مش هعيط على فكره. بس يعني انا عايز اقول لك انا برضو من الناس اللي متاثر بابويا وامي جدا، ربنا يبارك في صحتهم، ربنا يديهم الصحه. انا مش من الناس اللي بتطلع تحكي عن تفاصيل حياتها ومشاكلها وحواراتها، وطول الوقت في حالي كده، لا بتاعت مشاكل ولا حوارات ولا بتاع، فبالتالي انا بعيده عن الحاجات دي. ترتيب ربنا ده اللي هو انت مهما عملت وسعيت واجتهدت وتعبت، لو هو مش رايد دلوقتي مش هيحصل. قال ايه بيسألوني عنك نور عيوني، قال ايه